على سيدنا المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلوا عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه. الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء والقاهر لعباده بالموت والفناء. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو بكل خلق عليم، وله الحمد والمنة والشكر والآلاء على جميل نعمه وجزيل آلائه وتوافر مننه. نحمده تطهيرا لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا وعقولنا من غلها وحقدها وعصبيتها وشنآنها، ونصلي ونسلم على أنبياء الله ورسله الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نصلي على جميع أنبياء الله ونقدسهم ونحترمهم، ولا فرق ولا نفرق بين أحد من أنبيائه ورسله، خاصين بالذكر والصلاة والتسليم على رسول الله، رسول الإنسانية المصطفى الأمجد، سيدي ومولاي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل اللهم عليه وعلى روحه وبدنه، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين البررة، علي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وعلى السجاد والباقر والصادق والكاظم والجواد والرضا والهادي والعسكري، وعلى الحجة المنتظر، عجل اللهم تعالى فرجه الشريف واملأ الأرض به نورا وسرورا وحبورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وذكر الله دائما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا، ويسبحوه في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه المحطات التي جعلها الله سبحانه وتعالى يتوقف فيها الإنسان المؤمن شاكرا المولى على ما أولاه من أداء نعمة الأمانة، أمانة الصوم، وهي من أفضل ما يختبر به الإنسان لكي يكتشف مدى قدرته على تحمل الأمانة الكبرى، فإنها مواسم وأيام للعطاء وللشكر وللذكر وللتوقف وللمحاسبة، وعيد للناس يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعيد حساباته ويعيد أفكاره ويعيد عقائده ويعيد سلوكياته. ولا يرضى المولى جل وعلا الكامل، والذي أراد لعبده أن يتكامل لا يرضى له أن يتوقف عند حد من الحدود، وأن تكون عقيدته خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بالإنسان المؤمن أن يرتقي إليه، وليس أن ينزل الله سبحانه وتعالى لمصالحه ورغباته وشهواته كما نفعل نحن وكما يفعل كل الناس. فرق بين المنهج الرباني أن الله يريدك أن تصعد إليه، أن ترتقي إليه، أن تتمثل بأخلاقه. فإن الله عفو ويريد من المؤمن العفو، وإن الله غفور وستار ويريد من الناس أن يغفروا بعضهم البعض وأن يستروا الذنوب والعيوب والمعاصي. ففرق بين منهج يريد كما هو اليوم أننا ننزل الله لنا فنستخدمه لمصالحنا ونستخدمه لحاجاتنا ونستخدمه وليجة دون هذا الأمر أو دون ذاك، وفرق بين أنك ترتقي إلى الله سبحانه وتعالى، تصعد إليه، تتمثل بأخلاقه،
هكذا أراد الله سبحانه وتعالى العبد أن يعيد، لأن كثيرا من العقائد التي يمارسها الإنسان قلدها تقليدا، وهذا أمر غير محبذ لدى العقول وعند الشرع وعند الأنبياء، وإنما يريد الله لك أن تفكر في العقيدة، لأن العقيدة ما عقدت عليه القلب وما عزمت عليه عن قناعة، وليس أن تقلد فيها الآباء، لأنه كما تعلمون وفق مذهب أهل البيت أن لا يوجد تقليد في العقائد، وإنما لابد الإنسان هو أن يختار عقيدته فيعزم عليها القلب فيندفع لها. إذن هي أيام مباركة وذكريات عطرة وأيام للشكر، وأفضل الشكر أن الإنسان يعطي مما منحه الله، وآتوا حقه يوم حصاده. المولى جل وعلا يقول حينما تحصل على شيء، تحصل على نعمة الصحة أو المال أو الجاه أو الموقع أو أي شيء، حينما تحصل عليه أن تؤتي حقه، وآتوا حقه يوم حصاده. لا يتوقف الإنسان ويقول هذا من عندي، وإنما ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. صحيح الإنسان سعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولكن لو لم يكن هنالك توفيقا ربانيا، لو لم يكن هنالك ظروفا تتوفر ليس بجهدك وقدرتك، فما وصلت في صحتك إلى هذا، وما وصلت في مالك إلى هذا، وما وصلت في موقعك وفي جاهك وفي علمك وفي كل القضايا التي توفق إليها في الحياة. لا ينبغي الإنسان أن ينسى هذه القضية، أن ينسى وجوده وهو نطفة وهو في الأرحام وهو ضعيف، واليوم بحمد الله. وإذا نسي فليتذكر حينما يكون هو في صحة، فليتذكر المريض الذي هو راقد الآن في المستشفى، فليتذكر أنه في الأحياء، والذي كان معنا في العام الماضي في هذه الصلاة الآن في الأموات، فليتذكر أن كثيرا من الأغنياء أصبحوا فقراء. إذن قوة يريدها الله للمؤمن العبد حينما يتعلق بالله فيقول إلهي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ إلهي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ حينما تنطلق هذه الكلمات من المؤمن تطهر نفسه من الرجس، من الأوثان، من الأصنام، من الغل، من كل الأمراض. هكذا يريد لنا المولى في مثل هذه الأيام المباركة أن نتوقف شاكرين لأنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وفقنا الله وإياكم للمعروف وللخير وللهدى وللتقى، وجعلنا وإياكم ممن خرج من هذا الشهر، لأن وداع الشهر يقول السلام عليك يا شهر الله الأكبر، السلام عليك يا شهر رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، وصحبناك كريما وتلونا فيك كتاب الله، والشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. وقد ورد في الروايات أن يوم العيد أيضا هو من الأيام المباركة لا يقل أهمية عن ليالي القادر، ففيه يستجاب الدعاء، وفيه تقبل الأعمال، وفيه تزكى، كأنه في هذا اليوم الإنسان الذي بذل جهدا ثم ذهب يستلم نتيجة. يعني كيف يفرح الإنسان حينما تكون في رايح للجامعة، رايح للمدرسة، رايح الامتحان يستلم نتيجته. هذا اليوم هو يوم النتائج، هو يوم الجهود التي بذلها الإنسان المؤمن في العبودية الخالصة المطلقة إلى الله سبحانه وتعالى، فكأنه يأتي ويقول شكرا لله، فقد أديت ما علي، فأريد يا رب منك جائزتي. وبالتالي أن الله سبحانه وتعالى وعد
وهو لن يخلف الميعاد.